واحد بيقول لماذا ينفض الكاهن يديه في القداس امام الشعب؟ هو بيغسل ايديه وبيقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب. عندنا بقى اسئلة جايلنا من الفيوم، سؤال بيقول من هو ملكي صادق، وسؤال بيقول هل قصة يونان أسطورية وأيضا آدم ونوح؟ ملكي صادق كاهن وملك، وردت سيرته في تكوين اصحاح 14 انه كاهن الله العلي وانه ملك سليم. دي اول نقطة. تاني نقطة، كان ملكي صادق يرمز الى السيد المسيح، يرمز الى السيد المسيح في حاجتين. حاجة منهم انه لا يقدم ذبيحة حيوانية انما خبز وخمر، ودي واضحة في تكوين 14. والتاني حاجة ان كهنوته ليس كهنوت عن طريق الوراثة مثل الكهنوت الهاروني. الكهنوت الهاروني كان بيبقى الكاهن لابد من نسل هارون، يعني اما ابوه من نسل هارون او امه من نسل هارون. ولذلك ورد عن ملكي صادق ايضا كلام في الرسالة الى العبرانيين الاصحاح السابع، والكلام ده هو اللي موضع مناقشة البعض في التفسير. بيقول بلا اب بلا ام، لا بداية ايام له ولا نهاية، بل هو مشبه بابن الله. أخطأ البعض وظن أن ملكي صادق هو المسيح في إحدى ظهوراته. الكلام ده مش صح. كلمة بلا أب بلا أم يعني بلا أب في الكهنوت وبلا أم في الكهنوت. ولو كان هو السيد المسيح ما يخلش عليه بلا اب ولا ام، لان المسيح له ام معروف هي مريم العذراء. لكن المسيح ايضا لم يكن له اب وام في الكهنوت من الناحية البشرية يعني، بل كهنوت على طقس ملكي صادق. كهنوت ليس وراثيا، وايضا كهنوت يقدم الخبز والخمر وليس الذبائح الحيوانية. وكلمة لا بداية ايام له ولا نهاية كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، يعني ما نعرفلوش بداية وما نعرفلوش نهاية. فجأة ظهر في التكوين 14 ثم اختفى، لا نعرف تاريخ حياته كيف بدأت حياته او كيف انتهت. وانا فاكر ان انا كتبت مقالة طويلة عن هذا الامر، عن ملكي صادق، في حوالي 10 صفحات في مجلة الكرازة منذ سنوات، ارد بها على ذلك الفكر. وموجودة
في كتب أسئلة مع مشاكل الناس والكتاب ما قالش ان هو سيد المسيح، ده قال بل هو مشبه بابن الله، هو مشبه بابن الله، ما قالش هو ابن الله. وايضا ابراهيم اب الاباء مجرد اداله العشور كما اصبحت تعطى للكهنة فيما بعد، ولم يسجد له مثلما حدث انه سجد للثلاثة الذين قابلوه في تكوين اصحاح 18. فياريت اللي بيسأل السؤال ده يقروا الاجابة المطولة اللي عنه في مجلة الكراسي.